وانت بتتفرج وبتتابع يعني بطولات الاهلي مختلفه مش بس كاس العالم، افتكر انك انت بتتابع وبتشاهد جيل جديد عظيم من اجيال النادي الاهلي. الجيل اللي قدام حضراتكم ده حقق انجازات في ظل ظروف صعبه جدا، صعب قوي الحقيقه انه اي حد يقدر يحققها مش لابس تيشرت النادي الاهلي. وانت بتتفرج على النادي الاهلي اعرف انه لو جالك الحظ او ساعدك الحظ والتوفيق في يوم من الايام انك تلبس التيشرت الحمراء دي، انك مع الاهلي بس تقدر تكتب تاريخ عظيم جدا تفتخر بيه وتعيش عليه حياتك كلها. مبروك للاهلاويه مره تانية، ثالث برونزيه على مستوى العالم، وما زال الحلم لسه يعني متمسكين بيه، ما زال حلمنا ان شاء الله بتحقيق انجاز افضل في كاس العالم، وانا شايفه قريب جدا ان شاء الله مش بعيد، قائم وبقوه ان شاء الله باذن الله. الاهم ان احنا نبتدي من دلوقتي نشتغل عليه، والبدايه هتكون من مشوارنا في بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله، وانطلاقه المشوار في دور المجموعات امام الهلال يوم الجمعه اللي جايه. بس قبل ما نروح لدوري الابطال وقبل ما نروح للهلال السوداني، خلينا نرجع اكتر للهلال السعودي الاول مع كابتننا النهارده وضيفنا ونجمنا كابتن ضياء عبد الصمد. مساء الخير يا كابتن ضياء، واهلا وسهلا بيك والف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو حميد، مقدمه جميله و مبروك النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كلها. وفعلا انت قلت كلمه الواحد بيقولها في معظم المقابلات اللي بيتقابل بيها مع الناس كلها، اللي ما لبسش تيشيرت النادي الاهلي بيخسر كتير، او مش هنقول يعني برضو بيفوتوا كتير قوي. أيوة. فعلا ليها روح. صحيح. مش هقول واكرر الجمله دي. احنا لما لعبنا مع النادي الاهلي موسم 84-85 في دور الثمانيه ضد الزمالك، ايوه، كاس كنا مصر. كلنا ناشئين ما عدا كان احمد شوبير بس. ايوه. ما حدش يعني هقول لك واحد في المليار، مش واحد في المليون، انت كان اتوقع وايمن وطارق خليل وجيل جديد كان طالع، حسام حسن وكان علاء عبد الصادق وبدر رجب ومحمد السيد ومحمد عزيز وحماده مرزوق وكان شمس حامد، برضه ما كانش حد يتوقع منك او ما كانش حد يستنى منكم في مواجهه. انت تخسر 3-4 وتقول انا الحمد لله بس انا بلعب ناشئ. أي. انك تكسب 3-2 وبعدين تكمل الترسانه. وكنا بتدعمنا وقتها، وبعدين الاسماعيلي الفاينل وندعم برضه بمجموعه كبيره من اللعيبه الكبيره. ده روح التيشيرت بتاع نادي الاهلي. أي. انا وانا بتفرج على ماتش الهلال، سيبك من اللي كان بيتقال في الميديا ان الهلال بيقول ان الاهلي ما رضيش يقابله مباشره فعشان كده راح لمونتيري ولا راح مش عارف الفرقه الاولانيه التانيه اللي اسمها مونتيري او التاني كان لا، هو كانوا بيتكلموا يعني في بعض الاصوات، وطبعا احنا يعني كامل التقدير والاحترام لنادي الهلال هي لا تمثل، لكن بعض الاصوات الاعلاميه اللي قالت ان الاهلي هرب من مواجهه الهلال في السوبر المصري السعودي، وده طبعا ما كانش حقيقي على الاطلاق. تصدقني يا احمد لو قلت لك ان اول خمس دقائق، خلي بالك اول خمس دقائق قلت الاهلي هيكسب. واضحه الروح. انا بس عايز قبل والله العظيم انا قلت طبعًا. الروح واضحه جدا طبعًا. انا عايز اكسب طبعا. خلي بالك بس توقعاتك للاهلي قبل البطوله كانت ايه؟ بص انا ما بحبش اعلق شماعه، لكن في حقائق لازم نبقى عارفينها كلها. نمره واحد، الاهلي اتظلم. يعني اذا كان الكاف مع الفيفا مع بطوله العرب ان انا ما اعملش موازنه بالمباريات دي والمباريات دي والمباريات دي والثلاث بطولات محترمين، تتكلم في بطوله عالم الانديه، تتكلم في تصفيات امم افريقيا، وبتتكلم في تصفيات افريقيا، دي كلها حاجات صعبه جدا عليك. انت ازاي ما تبقاش فيه حياديه للنادي الاهلي؟ نمره واحد. نمره اتنين، انا ما اعرفش ايه السبب ان افريقيا واسيا بيلعبوا مباراه زياده عن اوروبا او امريكا اللاتينيه او امريكا الشماليه او ايا كان، او استراليا ايا كان، ليه ما اعرفش يعني. وبعدين بتاخد الانذارات وبتاخد البطاقات بعدها مباراه. بالمناسبه كلام حضرتك الكلام ده كله صعب، اشمعنى ليه الاهلي في الاجتماع بتاع قدم مذكره رسميه طالب فيها بفكره او تحقيق مبدا تكافؤ الفرص؟ ليه انا ليه يعني افريقيا قليله للدرجه دي مثلا، او الكاف قليل يعني ازاي؟ تشيلسي فرصه اقوى، فرقه الثانيه كانت بتلعبه كان اسمها بالميراس اقوى. تيجي بقى الاسيا والافريقيا الناس كلها تحس انها يعني برضو متوتره، وفي نفس الوقت هم جايين من بطولات قويه وبطوله قاريه، فبرضو الكلام دوت ما اعرفش يعني حساباته ايه بالنسبه للفيفا وللكاف. لكن النادي الاهلي قبل ده كله، بعد ما اتفرجت على اول مونتيري اول مباراه، لا واضح جدا انهم عايزين يكسبوا.
في حاجه زعلتني في امان طلال احمد في المباراه الثانيه بالميراس بامانه. الشك الدفاعي عندنا انا زعلت قوي 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 بصراحه. ولما مش عايز اقول على رامي ان هو كان في مشكله عنده في حاجه او يعني مش عايز يعني الراجل واخد احسن لاعب في المباراه اللي بتاعت مونتياري اول واخد احسن لاعب المباراه الثانيه لا الهدفين مشكله مشكله كبيره مشكله كبيره التغطيه واحد بدماغ رامي انا بعتبر رامي دوت من الناس المقاتله وهو في الناشئين لما كان بيلعب حتى كمان دي فوندر كان قوي جدا 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 وجريء ولعيب وفت وفايتر لا لعيب كبير وعنده خبرات كتيره حته انه يفتح للفرود ويسيب له المجال ده كله انا وانا قاعد اقول له خش يا رامي أيه. اضغط يا رامي اقطع يا رامي بامانه لكن للاسف يعني هو كلنا ال 100 مليون والله انا عمال اقول له ازاي خش يا رامي خش المشكله رامي. ان هو ما ينفعش لا هو فتح لا انا راجل كنت بلعب سيرد باك يعني أيه. بلعب ليبرو أيه. كنت بلعب ليبرو كان معايا الله يبارك فيك احمد جمال وكان محمود صالح أيه. دي كانت مشكله. طب انا عايزك تكلمني عن نجوم الاهلي كلهم الحقيقه اللي تالقوا في البطوله بشده بس اسمح لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلام جاتنا وسونيت سوليا متوهج سوليا بيعيش افضل فتراته والحقيقه انا اتخضيت زي كل الناس الحقيقه من الـ من الـ من الـ يعني من الفاول اللي حصل معاه الكارت الاحمر الاولاني بتاع الهلال الدخله كانت عنيفه جدا جدا ويعني انا حتى كنت لسه بتكلم مع كابتن ضياء يعني انا متوقعتش ان سوليا يكمل المباراه وكابتن بيقول لي ان اصابه زي دي ممكن يعني تتسبب لا قدر الله في كسر بس الحقيقه سوليا كان راجل وكان واحد طبعا من نجوم الاهلي في البطوله وفي مباراة الهلال كمان على وجه التحديد دي كانت مهمة جدا برضو نرجع أحمد إن لازم اللاعب برضو يشنكر بلغة الكورة أيوه. يبقى في بنداج وفي لو مفيش الجارد ده مفيش انكار مشكلة تبقى طبعا لو لابس يبطل فيها استرزاق ألمونيا أيوه. والملعب زي ما أنت عارف بيترش قبل أيوه. المباراة وداخل بأقصى قوته لو نازل في القصبة يعني أنت لما تشوفها في كاميرا من الكاميرات أنا بصراحة أنا اتخضيت ممكن تجيب يا ريت يبقى كسر لا قدر الله ممكن تجيب كسر مضاعف وتعمل مشكله يبقى خلاص كل سنه طيب ممكن يقعد له سنه سنتين لا قدر الله بعد الشر عليه هو واي لعيب تاني بس 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 غلطتين الهلال برضو عشان نتكلم على دروس مستفاده يعني غلطتين الهلال بيقولوا انه الثبات الانفعالي للاعيبه مهم جدا زي ما مهم انه لياقتهم البدنيه تبقى في احسن حالاتها قدراتهم التكتيك اللي بيلعب توظيفهم في الحاجات دي كلها بتحسم بطولات والدليل امبارح انه غلطتين كلفوا الهلال اثنين لعيبه في مباراه مهمه جدا يمكن الجهاز الفني ما احترمش مقابله النادي الاهلي قوي او يعني حط النادي الاهلي في المرتبه الصح وقال احنا زي ما اتقالت يعني ما كان بيقال على الميديا ان مباراه الاهلي سهله جدا وان الهلال ناس كثيره جدا كانت بتقول ان الهلال هيقدر يكسب النادي الاهلي ويتخطى الموضوع ده وكان ضامن المركز الثالث باريحيه هو طبعا مش عايز اقول يعني هي المنتاليتي شويه بتاعت اللعيبه بتاعت الهلال صعبه جدا احنا اتفقنا اولا هي كره في نص الملعب يعني داخله بصراحه تقول انه لعيب يعني انا لما اجي اتكلم اقول ده لعيب ما عندوش خبره صعب يلعب في نادي الهلال ده اغلى صفقه ما انا لسه بقول لك هو ما لسه بقول لك ده يبقى 10 مليون وي انه لعيب ما عندوش خبره دي نمره واحد نمره اثنين الطرد الثاني راجل على 18 والكره بعيده عنك ومالكش علاقه باي حاجه ولا انت رايح ولا انت مثلا مستني علشان بقى عطل علشان هجيب جول بعيد جدا تعمل يعني الفاول دوت وفي نفس الوقت عارف ان في فار ايوه طب الفار ده انا هتشاف اللعيب الاولاني اللي اتطرد ده اغلى صفقه عملها الهلال قبل البطوله ولعيب كويس مش وحش على فكره ولعيب كويس طبعا بالاضافه جنبهم لعيب اسمر كده تقيل شويه كمان ويست بروميتش وايجالو المهاجم بتاعهم ده كان بيلعب ده هو اللي هو الهجمه ده جاي من ده جاي من بورتو لعيب كويس جدا انا بقول لك لعيب كويس انا شفته بورتو ده فريق بطل البرتغال وواخد لقب تشامبيونز ليج يعني فريق من الفرق الكبيره في اوروبا هي فرقه كاسماء فرقه تقيله ولما تبص حتى على فرقه الاهلي ما هنا بقى روح الفانيلا اللي كنت بقول لحضراتكم عليها بص كقيمه تسويقيه يعني تعمل مقارنات قبل البطوله الاهلي ومونتري الاهلي قيمه تسويقيه 30 مليون تقريبا دولار اجمالي قيمه اللعيبه الفريق بتاع مونتري داخل في 85 مليون عشان كده بقول لك برده شخصيه البطل دي شخصيه التيشيرت نادي الاهلي تفرق كتير جدا جدا الناس دي الناس ما الكوره ما بتحسبش بفلوس بس وباسماء بس وبارقام بس الاهلي في ماتش بالميراس يا احمد حاسس ان هو ما اداش الدور اللي عليه
صدقني كان ماتش بالميراس ممكن نتيجته تبقى احسن من كده. الخطأين دول بامانه اللي انا زعلت منهم، هم دول اللي عملوا المشكله، وهم دول اللي سهلوا الماتش او صعبوا الماتش علينا شويه. تمام، ده بامانه. يعني حتى بس برضو يعني حتى رغم الخطأين دول، حتى بعد ما البالميراس اتقدم علينا 2-0 كان ممكن توصل وترجع تعمل ريمونتادا كويسه. ايوه، وحضنت مفيش مشكله، وحطيت بالميراس. بس انا كنت حاسس برضو ان يعني ايه، مش عايز اقول النتائج بتاعت الكاس العالم اللي قبلها واللي قبلها، ان احنا كسبنا بالميراس قبل كده وكنا خسرنا من مونتيري، فقلنا الموضوع ممكن يبقى سهل. يعني مش عايز اوصلها دي، لان اللعيبه كانت بتلعب هنا ما كانش نفس اللعيبه كانت بتلعب في المباراه بتاعت اول امبارح او الفتره دي اللي فاتت دي. عايز اوصل ان الروح اللي بتتكلم عليها دي ظهرت بشكل قوي جدا في ماتش الهلال. انا بقول لك اول 5 دقائق او 7 دقائق ضيعنا كوره والثانيه لا واضحين. وبعدين في حاجه يعني ديانج يا جماعه، لعيب جامد قوي جدا جدا. بص يا احمد، ما شاء الله انا قلت السوليه وديانج وفتحي صداده، شبكه صداديه غير عاديه. خلي بالك عندهم كوره، يعني فتحي من النوع اللي بي 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 يعني بيضغط كويس قوي وبيلعب بدماغه كويس جدا، وعنده التوقيت والربط كويس جدا جدا جدا، التوقيت بتاعه مع زمن الكوره كويس قوي. السوليه بيشوط كويس، ديانج بيشوط وبيرجع وبيغطي، ده في كوره ضغط عليها جوه ال 18 بعد القطع ديانج اول 7 دقائق. عشان كده قلت لك الاهلي، انا في قررت نفسي الاهلي هيكسب. ديانج ده انا بعتبره جامد جدا، مهم جدا للنادي الاهلي. اتمنى انه يفضل على المستوى دوت في وجود حمدي والسوليه. وقبل مراحل تجديده لازم يتكلموا معاه ولازم يشوف حته كويس جدا، لان ديانج ده حاجه كويسه قوي 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 قوي، حاجه بتديك اريحيه. لا معجبين بيه في كمان في تشيلسي قوي، يعني الضغط جامد. يعني امبارح في لقطه التتويج على المنصه، يعني نجولو كانتي طبعا نجم تشيلسي ونجم فرنسا، واحد من افضل لعيبه خط النص في العالم ان لم يكن افضلهم، يعني موضوع نسبي يعني، بس انا بشوف واحد من افضل. يعني لو قلت انه نجولو كانتي لازم تقول واحد من افضل لعيبه خط النص في العالم. راح وسلم على دي اللقطه طبعا اللي حضراتكم شايفينها، وسلم على زانج وخدوا صوره كده مع بعض، فاهم؟ هما الاثنين شبه بعض كمان في اللعب قوي. بس تحس ان ديانج اطول شويه، ديانج اطول فايتر شويه، وفي نفس الوقت ديانج فاهم. يعني ايه فاهم؟ ديانج عنده حته التوقع عاليه قوي، مش اي حد يتكلم في الحته ديت. ديانج بيتوقع كوره كويس جدا، وعلى فكره في حته برضو ديانج بيعملها، ديانج معظم الوقت بيبقى قدام الكوره. خلي بالك يا احمد، دي مش اي حد. الديفندر الشاطر كويس انه دايما الكرة ما بتسبقوش. وعنده حتى كمان كابتن ضيا بتهيألي انه محتاج شغل عليها، يعني عنده قدره دايما على الاختراق، يعني دايما بيعمل بيطلع بالكره بيبني بوكس تو بوكس زي ما بيقولوا. الحته دي ازودها له انا اقصد اقول ان امكانياته تسمح عالية. بده لا 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 لا. لو زادت عنده دي واشتغلت عليها كمان أنا يفرق كتير جدا. انا ليه بقول لك كده يا احمد؟ ديانج مش في كوره واحده ولا في اثنين او في موقف او في موقفين بقول لك ان ديانج بيضغط كويس ولا لا، لا اطلاقا. ديانج عملها في كذا مباراه، فبقت سمه فيه، بقت حاجه ميزه فيه انه بيضغط كويس جدا، بقول لك، ويضغط هنا ويخلص هنا ويرجع يقفل في الحته الكويسه دي مش اي حد ليها. اولا لازم اجهز بدنيا ذهنيا فنيا. حته بقى اللي حضرتك بتتكلم عليها ان هو بيضغط وممكن يلعب كراجل بيكمل ورا الهجمه، انه رجله مش وحشه جداً، بس محتاج بالعكس. الحيز اللي بيبقى موجود فيه اللي هي الكيرف بتاع 18، يعني المكان ده يبدا يشوط لياقته وسرعته جاهزيته كاملة، جاهزية كاملة، لياقته سرعته ومهارته وقدرته على التسديد. الأربع عوامل دول لو اشتغلت عليهم وطورتهم انت هيبقى عندك لعيب خط نص. عنده كام سنة؟ حاجة و20 23 24 سنة. لعيب كان كمان سنة ولا اتنين اشتغل على حتة التدعيم الفني ليه في حتة واحدة بس. حتة واحدة فقط لا غير. بتتكلم على لعيب عنده 24 سنة. ورا الهجمة ابدأ احط رجلي ازاي؟ يحط رجله في الكورة ازاي؟ ايوه. الحته اللي عندي ال 18 عارف السته؟ يعني السته كده، خد السته كده خطين طوال كده وابدا اتحرك من هنا وابدا اشوط، اتحرك هنا وابدا اشوط، اقطع وشوط. دي محتاجه شغل فردي. أيوه. لو اشتغل عليها ديانج او مستر موسيماني مع ديانج على ما اعتقد كتير جدا. أيوه. لان هو عنده من القدره ان الكره لما بتتقطع اللي بيحصل؟ بيرجع بسرعه وبيرجع في اتجاه الكوره، فبقول لك دي مهمه جدا جدا بالنسبه لديانج. يمكن برضو من الحاجات اللي انا شايفها ايجابيه في المباراه ديت بتاعت الهلال، عبد المنعم
لسه هقول لك الوافد. انا سبقتك مش الوافد بقى، انا سبقتك العائد بعد العائد. ولكن الحقيقه قدم اوراق اعتماده بدري قوي في مع مصر في بطوله افريقيا، وامبارح الحقيقه كمان اثبت انه اضافه كبيره جدا للناحيه الدفاعيه في نادي الاهلي. نتكلم بامانه محتاجين حد زي عبد المنعم في السن الصغننه دي والخبرات دي والامكانيات والقدرات دي، انه يبقى موجود جنب حد من السردباكين الموجودين. سواء هيقعد حد هيقعد معلش انا بقول الكلام. انا بص يا احمد، يقعد ما يقعدش، احنا بنتكلم في مصلحه عامه. ما تزعلش حد، ما هو اللي كان بيلعب قعد. لا وبالعكس، لما يبقى عندي لعيب زي محمد عبد المنعم داخل على الفرقه، ده هيخلي اللي موجود كمان مين اللي موجودين الحيل. مين اللي موجودين دلوقتي عندنا في الاهلي؟ واسين وصاد ايا كان. ما هو سين في وقت من الاوقات قعد الف مظبوط وقعد ب، لكن لما يجي لي محمد عبد المنعم دلوقتي في الظروف ديت ما ينفعش اقعده. ما ينفعش اقعده، وخصوصا انا لما اجي لاعب سرد باك عندي على اي اساس بلعبه؟ الفاولات، النظرات، المتابعه. يعني في كوره بقول لك برضه زعلت منها في الهدف الاولاني، انا لما كنت راجل سرد باك، يعني ايه سرد باك؟ يعني انا الراجل الفرد اللي بيلعب عليا ما يشوفش الهوا، انا صدري في ظهره، اضغط عليه لان هو احنا هما لا كاش بيلعب فرودين. والراجل السرد باك الثاني بيسيب مسافه بينه، لو هو حال هينزل يكمل، حتى اذا كان هو رامي ربيعه لو هينزل يكمل مع الراجل دوت، لو هينزل يكمل معاه ما فيش مشكله. لكن هو يعني برضو دي مشكله برضو صغيره، ان انا بخاف على منطقتي او على مكاني والراجل ينزل يستلم. طب الراجل لما ينزل يستلم لوحده، هينزل يستلم لوحده، طب ما هياخد ويلف ويجي لك. هي دي اللي كنت بتكلم عليها، دي مشكله. مشكله على فكره، دي مشكله مش في النادي الاهلي بس، دي مشكله في مصر كلها. ان انا، ودي ترجع للمدير الفني وترجع للجهاز، ان انا لازم ادي لك الثقه واقول لك اضغط ما تخافش، ولازم يبقى في ترحيل يا اما من باك رايت يا من باك ليفت في وجود السرد باك الثاني او ديفندر اللي هو بيقول لك قدامه الكوره يقوم بواجبه. لو رامي نازل مع الراجل ده قدام ونزل ديانج او نزل السلاي وحمدي فتحي مكانه وضغط باك من الباكات وراجل طرف من الاطراف، سواء اذا كان طاهر او عبد الظاهر عبد القادر سوري، خلاص خلص عبد القادر بقى. عبد القادر لا عشان ياخد عشان ياخد حقه بصراحه. بص، عبد القادر لازم ياخد حقه في حته واحده، راجل حريف. احنا بقى لنا كتير قوي ما شفناش لعيب حريف، ده جابه حته بتاعت هو وعلي معلول. وضحت معدى ورايح عدى من الاثنين، وبعدين خلى عادة علي حطها، وبعدين رجع تاني علي اتقطعت منه وعمل تاكلينج. لا هو واضح انه لعيب كويس قوي، ولعيب هنا على الكوره كويسه، محتاج كنا بنتكلم. والجول اللي جابه كابتن ده معدي يعني دي جرأه. ايوه جرأه، ثقه، دي جرأه الحته دي، ثقه انه يرقص. انا كنت بتكلم معاك في الفاصل بقول لك ايه يا احمد، بقول لك محتاج حته ثقه. الثقه دي مش معناها ان انا العبك مباراه ولما تبقى انت مش موفق اسحبك. لا، اللي زي احمد عبد القادر دوت محتاج حاجه كويس قوي. الثقه اللي بديها لك بقول لك انت لعيب كويس ولعيب مثمر ولعيب مؤدي ومنتج للنادي الاهلي، جنب شريف، جنب طاهر، جنب اي حد موجود، جنب حسين حتى مفيش مشكله، جنب قفشه. محتاج منك حاجه، لما تبقى انت مش موفق كجهاز فني اصبر عليه شويه، صبرت عليه صدقني هتاخد من احمد عبد القادر كتير جدا 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 جدا. بس المشكله ما استعجلش عليه انتاجياته. انا النهارده عندي مشروع لعيب كويس قوي 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 وبفتقده على الطرف، بيعدي ويخش وبيرجع وروح وقلبه ودماغه. لا وواضح كمان انه الكيمياء بينه وبين علولو يعني جت بدري يعني، هم ما لعبوش مع بعض كتير يعني، برضو في الاول الحريف. والاخر تتكلم على 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 اتنين لعبوا كام ماتش جنب بعض، بس تحس انه الكيمياء، الدماغ والكيمياء بينهم وبين بعض. اللي انا اعرفه تحس بيلعبوا مع بعض كتير. اللعيب الحريف بيقدر يفهمه لعيب حريف زيه. يعني هي مش محتاجه احمد ان انا ايه لما بعدي مع بعض لما اخش يمين انت تجليش، هي مش حسابات، هي مش كيمياء. أيوه. لا مش كيمياء يعني الف الف واحد زي واحد يساوي اثنين، لا اطلاقا. أيوه. هي كلها من تلت بالدماغ، بالتوقع، بالموهبه، بيبقى واضح، بيتكلموا لغه واحده طبيعي، على موجه واحده بالظبط. هي الموجه دي، هي اللغه دي، لغه كره القدم طبيعي جدا. لما بعدي كده لازم اطلع لك عشان تحطها لي صح، وانا بروح ببص يا اما العبها لك تحت يا اما العبها بالعرض. ده كله برده شغل ايه؟ شغل هاس فني. صحيح. اللي انا بتكلم عليه احنا يا احمد، يعني الجبهه اليسرى بالنسبه لك مطمئنه في وجود علولو وعبد القادر حاليا؟ جدا 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 في وجود حط 100,000 خط في وجود. انت قلت عبد القادر ومين؟ ومعلول. ايوه صح كده؟ في وجود يا اما حمدي فتحي او ديانج اللي بيأمن الحته دي. وبقولها ليه؟
معلول على طول بيعمل ايه؟ بس توظيف حمدي السنه دي يا كابتن ضيا مريح قوي معلول واكرم ومن بعده هاني. ليه؟ جميل قوي يا احمد، برافو عليك. ليه؟ ما هو اللعيب اللي بيفهم وبياخد التعليمات وبينفذها صح. انا عبد القادر الطبيعي لما بيشتغل على الاطراف الطبيعي بيعمل ايه؟ بيخش، ولو بدري شويه مش لازم يوصل عند خط الكورنر عشان يعمل الكروس. ما لو دخل جوه يبقى معلول موجود، مفيش مشكله بالنسبه لي. لكن لو دخل من بدري من قبل 18، مين اللي بيطلع المفروض؟ معلول. يبدا يشتغل معاه، دي بتعمل تغلغل للخط الظهري كله. اللي بيامن الحته بتاعت داوده مين؟ يا حمدي يا ديانج. ما ينفعش يبقى حمدي طاير والسوليه طاير. طب ما طبيعي امبارح الفرقه كلها كانت طايره. ليه؟ ده ياسر طاير. ما انا بقول لك طبيعي. انا زعلان بقى، كنت لسه بتكلم معاك. انا كان المفروض اعمل سكور جامد قوي في المباراه. يعني انا ليه ما كسبش سته يا احمد وسبعه؟ ليه يعني العيب؟ لازم ارمي في انا بصراحه. انا لو بكلم موسيماني بامانه الله، انا معاك مع كل اللي هو فيه 20 بطوله وال 500 مباراه والكلام ده كله، ده انا هرمي في الودين والطرفين موجودين عندي ان شاء الله كانت تيجي على حساب ديفندر من الديفندرات. لان انا لما هاجم باثنين فراوده واطراف ادي اربعه تحت شعار اللي اتلسع في الشوربه ينفخ في الزبادي. الراجل ابتدى البطوله دي وهو غايب عنه فرقه كامله. انا ممكن احط حاجه تشكيل الاهلي الفرقه ممكن تلعب البطوله دي ما كانتش موجوده. يعني اقول لك الشناوي مثلا حارس مرمى، اكرم توفيق، بدر بنون، هنقول مثلا محمود متولي، هنقول محمود وحيد انه ما خدش في المباراه دي، هقول في النص مثلا قفشه وعمار حمدي، هقول جناح مثلا بيرسي تاو. وهقول راس حرب حسام حسن، وهقول جناح شمال صلاح محسن. انت عندك فرقه، دي مش فرقه يعني، دي مش فرقه. احمد فالراجل ممكن اصل اقول لك ليه. انا برضو كان نفسي المباراه تخلص هيفي سكور، كان نفسي نجيب خامس وسادس. مش مساله ان انا عايز فرصه جات لي. انا فاهم، معلش. أنا وبغض النظر عن المؤاخاه بيننا وبين السعوديه وبين الامارات وبين ماليش دعوه يا جماعه. لا دي كوره، الله ينور. دي كوره، الكوره ما بترحمش. لا 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 لا, لا, لا خسارتنا او مكسبنا هتاثر على علاقتنا باشقائنا السعوديه. ايه علاقه ده بدوت؟ ما تتاخدش كده. انا وبعدين اقول لك حاجه، يعني مش معنى ما انا كنت جمدت المباراه كسبت واحد عشان انا، لا ده ممكن كان يبطل لي. انا بقول لحضرتك ايه، انه ممكن يبقى في اعتبار برضو الواحد بيحط نفسه برضو عشان يعني بيحاول يفهم. ممكن يبقى في اعتبار كبير جدا، وده انا قريته في تغييراته حتى، انه الراجل ابتدى من بعد ما المباراه حسمت وحس انه الميداليه البرونز خلاص هو شايلها على سنه معلول. ابتدى يفكر في ماتش الهلال بتاع السودان وانه مسافر، وانه فاريح الناس دي عشان ما مجهده، اريح الناس دي عشان ما تتعورش او ما يبقاش في اصابه، وحافظ على فرقتي وكفى الله المؤمنين شر القتال واربعه حلوين. حسيت كده يعني، بقول لك ده احساسي برده. ده وارد، ده فكر عادي بالنسبه له، مفيش مشكله. كنا بتكلم في حته وعلى طول بقولها، النادي الاهلي ال 30 لعيب اللي عنده المفروض يبقوا كلهم على مستوى واحد لسبب واحد، ده غير انديه الدوري العام. الفرق العاديه انت ممكن تعتمد على 13 14 لعيب معايا يا احمد. تمام. 13 14 لعيب، واجيب لي خمس ست لعيبه اللي هم نمره 2 في كل مركز، هيزيد. يبقى مثلا ده اللي بيلعب الاولاني. أيوة. اللي هو الاساسي بالنسبه لي 90% 85 90% او 100%، والثاني ده 60 70 اللي بيه لما بيقعد علشان الاساسي عنده مشكله طرد انذار اصابه كاني يخش مالي ده. يخش مكانه وابدا اجهز. لكن النادي الاهلي مختلف تماما. النادي الاهلي بيلعب كام بطوله؟ بيلعب اثنين وثلاثه، ممكن يلعب اربعه. أيوة. منتخبات مع لعيبته. فاللعيب بتاع النادي الاهلي ليه تايتل معين، ليه شكل معين، ليه كاريزما معينه، مواصفات معينه. اللي بيجي النادي الاهلي ما ينفعش بقى 60 و70 دقيقه تقول نمره 2 ونمره 1 90 و95%، لا. وقتها الجدع بقى واللي يقدر ينفذ فكري انا كمدير فني ياخد واجهز. انت خدت وانت قادر بس اتكلم. عملوا ده في ماتش مونتري، انت لعبت مونتري بغياب الاصابات والدوليين. انا بتكلم على كده. انا عملت إيه؟ ده اصل ناس تقول لك ايه، اصل النادي الاهلي. يا جماعه انا ضد الكلمه دي. النادي الاهلي مش كلمة مستحدثة بمن حاضر، لا. طول عمره ان النادي الاهلي طول عمره باللعيبة اللي بيلعب بها ايا كان مين اللي بيلعب. 11 راجل في 11 راجل بالظبط. صحيح. الروح دي والله العظيم يا احمد زي ما قلت. عايز اخد رايك في هاني، لانه هاني عوده بعد غياب، والحقيقه انه واجه، يعني انا بشوف انه اي لعيب كوره مر بظروف هاني واجه يعني ضغوط صعبه جدا. ضغوط ومواقف صعبه. يعني ان انا اوصل يعني هاني زي دلوقتي السنه اللي فاتت كان مكسر الدنيا في كاس العالم للانديه، وكان نمره واحد في مركزه ومنتخب مصر، على مستوى مصر. فلاقي نفسي
اتصابت فمستواه تراجع فرجع يخش اكرم بنتكلم بصراحه يخش اكرم واكرم يعلى ويبقى نمره واحد وبقيت في الاهلي نمره اثنين وانه اكرم كمان يعني اكرم قدم مستويات مبهره فطبيعي جدا عشان انا اجي تاني تحتاج مني طلعه انا هرجع طلعة للحته دي احمد بسرعه كده برضو انت قلت لي محمد عبد المنعم هيقعد حد انا هرد عليك واقول لك اكرم قعد محمد هاني ايوه المصلحه كانت في مين وقتها ان اكرم يلعب طمين. نفس القصه بالنسبه محمد هاني علشان يكمل الفتره اللي جايه ديت بنفس المستوى والروح والنفسيه والتوهج اللي هو فيه دلوقتي ما ينتظرش هتقول لي ازاي هقول لك انا كده ودي دور موسيماني ودور الجهاز كله بما فيهم كابتن سيد حفيظ ما تستناش تلعب او ما تلعبش هي صعب انا راجل مدرب ولعبت النادي الاهلي وعارف كويس قوي بيقدر انا ما استناش انا هلعب ولا ما العبش ما استناش ابقى استني اساسي ولا مش اساسي انا اعمل اللي عليا وادي بنفس الروح يحضرني موقف من المواقف مش هقول كان مين كان في حد بيلعب وقتها في النادي الاهلي وكان قاعد احتياطي وانا لعبت وكان حصل حوار بيلعب في نفس مركزك مركزي مش هقول مين بس بتكلم كتير قوي مش هقول لك والاول حرف مش هقول مش هقول لا فجه كابتن جوهري وصل له قال له ايه قال له ان فلان دوت احسن لعيب عندي في الفرقه بس المباراه او الوقت دوت مش ايه مش بتاعه الوقت ده مش بتاعه ضياء يلعب لان الوقت ده كان بتاع ضياء خلاص الوقت ده مش بتاعك انت فكان بيقعد وهو حاطط رجل على رجل ويقول انا احسن لعيب في النادي الاهلي وكان بيأدي مين يا كابتن مش هقول لك يا كابتن انا بقول لك ليه كده يا احمد ده دور ودي روح النادي الاهلي العب ما العبش اتحط ما اتحطش ما تتحطش معاك بس في شرط ما ينفعش انا ببقى في الصوره ديت والتوهج دوت واجي اقعد اضرب غطس انزل كيرف تاني اجي لا قدر تحصل مشكله اخد ابقى وحش يبقى انت طيب. عليك لا احنا كنا بنتكلم عن الناحيه الشمال وقلنا انه يبدو ان احنا مطمنين قفلنا الحته دي بحاله التفاهم والكيمياء العاليه والمستوى العالي بين عبد القادر ومعلول تمام. اليمين مين اللي شايف اللي يقدر يعمل الدويتو برده اللي يعني يطمنك ويريحك في الحته دي احنا لو كنا برده ادينا الحق لعبد القادر لازم ادي الحق لطاهر حسين خلاص بقى لعيب كبير ولعيب فاهم وعارف كويس قوي وممكن برده حسين في 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 بداياته كانت مع المقصه كان بيلعب باك رايت وكان في نفس ومع الاهلي في ماتشات وكان هداف أيوه. لا كان هداف يعني باك رايت وكان هداف الفرقه حسين ممكن محتاج بس شويه هدوء شويه فكر صغننين كده هدوء يعني اهدى شويه او افكر بسرعه قبل الكوره ما تجي لي انا هعمل ايه مع محمد هاني او اكرم يعني انا دلوقتي خد بالك من حاجه الطريقه الجديده بتاعت مستر موسيماني حطت في نص الملعب حطت زحمه في الحته اليمين دي يعني لو قلنا ان الشمال بقت معلول وعبد القادر انت عندك قفشه وعندك حسين وعندك طاهر وعندك بيرسي تاو لما يرجع كل دول تقريبا هيبقوا بيتخانقوا على مركز واحد احتياجاتي انا كمدرب هلعب بثلاثه اذا كان السوليه واذا كان حمدي فتحي وديانج ولا هلعب باثنين من الثلاثه احط قفشه ولا احط برستا او شريف ممكن او لا ما انا برضو زي ما اقول لك حته ان انا اقيمك وان انا اتكلم معاك واقول لك ان المباراه دي بتاعتك المباراه دي مش بتاعتك ما تزعلش دي بتيجي من المباريات الوديه القويه اللي بتتعمل بعد المباريات الرسميه علشان اجيب لياقه المباريات للعيبه اللي ما بتلعبش ما هو انا فعلا مش هحتاج 14 لعيب او 13 لعيب بس وتيجي تحصل عندي مشكله زي ما قلنا ان كان هاني كان متوهج وكان 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 واتصاب بتاعت ربنا ووارده انا عايز بس أكرم الدويت اللي انت تراهن عليه السيزون ده في الحته دي الناحيه اليمين قلنا عبد القادر معلول شمال نص الملعب محسوم انا طاهر مش عارف انت تراهن على طاهر انا راهن على طاهر طاهر انا مقتنع بيه لعيب لعلمك ايوه لعيب طاهر لا يعني احنا الكلام ده التشكيل امبارح بصراحه لا الكلام ده مش معناه ان انا مقتنع بقدرات كل واحد فيهم لا بص يا احمد عشان طاهر لعيب جامد جدا وقفشه لعيب جامد جدا ياسر ده مش رايي ده حقيقه حسين سوري حسين عمل كام جاب كام بونت للنادي الاهلي وكان مشارك في حسين مفنش السيزون اللي فات غير عادي عالمي انا دلوقتي لما بقول لك ده وقت الوقت حاليا اللي واضح ان هو يعني زي متوهج او هو شغال كويس قوي هنقول دلوقتي لغايه نرجع اكرم بالسلامه ان شاء الله محمد هاني مع طاهر ممكن يعملوا دويتو جامد جدا وخصوصا خلي بالك بقى دي حته بتاعت لعيبه كوره
هاني مش عايز ينزل. طب انا لما اتصبت وركب اكرم وكان ماشي كويس انا قعدت ما اتكلمتش، مع ان كانت في بعض الايحاءات والايماءات اللي كانت بتحصل من هاني، والناس كلها قالت ان ما ينفعش هاني يعمل الكلام دوت. نتكلم بكل امانه بكل صراحه، الناس كانت بتقول لا ما ينفعش هاني، انت لسه صغير ولسه ولسه، والراجل كان ماشي كويس وانت كنت مصاب، فانا هدي اللي كان ماشي كويس. ايوه هاني هيمسك في الفرصه دي، وده اللي بتكلم عليه، هيعمل ايه؟ بايديه وسنانه. صحيح اللي بيعمله اكرم واللي قعدني في مره. صحيح. خلاص انا ده المفروض يمشي. صحيح. في وجود بقى، في وجود اذا كان ياسر جنب محمد عبد المنعم مع الثلاثه الشبكه الغير عاديه، ديانج والسوليه وحمدي فتحي. حقيقه يمكن واحد من اهم مكاسب البطوله، باضافه طبعا للمكسب الاهم يعني انك انت حققت برونزيه وتحديت كل الظروف الصعبه دي، انه الاهلي رجع تاني يطمن، انه الاهلي ابدع وبيقول انه الحقيقه مكشر عن انيابه بالنسبه لبدايه انطلاقه المشوار في بطوله دوري الابطال. وباذن الله ان شاء الله النسخه اللي جايه كاس عالم انديه نكون موجودين، وان شاء الله باذن الله املنا كبير جدا في الوصول للمباراه النهائيه. في حد يا احمد احنا ما جبناش سيرته خالص. ايوه مين بدل الشناوي اللي لعب الماتش اللي فات؟ علي لطفي. كان شكله ايه؟ ما خدش حقه ليه؟ لا علي طلع كورتين ثلاثه. علي لازم ياخد حقه في كل المناسبات الكبيره. لازم ياخد حقه. حاضر في كل معلش المناسبات. معلش احنا جبنا عبد المنعم. أيوة. وجبنا عبد القادر، وجبنا مين طه. وقلنا ان الثلاثه دول مع حمدي فتحي. أيوة. تمام، هو الفرقه كلها كانت نجوم صراحه، بس برضو لكن انا بتكلم كحراسه مرمى. لا انت عندك راجل بامانه الله كان هايل جدا جدا جدا، وكان واقف وعنده ثبات وعنده. صحيح. وعنده كلهم كانوا رجاله، كلهم كانوا ابطال الحقيقه، وشرفونا ورفعوا راسنا، رفعوا راس مصر كلها مش بس الاهلاويه. مبروك مره تانية لكل الاهلاويه في كل مكان، وان شاء الله باذن الله تكون بشرة خير وبدايه موفقه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه قدام الهلال السوداني في ملعبه في السودان. مباراه مش سهله على الاطلاق، لكن ان شاء الله باذن الله نحن لها. ومن بكره نفتح ماتش الهلال ونتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه استعدادات الفريق اللي يرجع للتمرين باذن الله بدايه من بكره. بشكر كابتن ضياء عبد الصمد، شرفتنا ونورتنا. مبروكك مره ثانيه، الف مبروك. مبروك يا احمد، ربنا يخليك. شكرا. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير دايما. نتقابل على شاشه الاهلي.